ده طبعا تمديدات الدور الملحق الاخير. المكيف تحت هنا على طول، الوصلة طولها 3 متر. مأمنينها بالشكل ده كده لحد ما العزل يتعمل، وبعد كده نركب المكيفات ان شاء الله. يلا عبد الله. تعالى بقى نشوفه نفس التمديدة اللي انا وريتها لك في اول فيديو اهي. بسم الله. اهي طبعا لسه هنحط الترنك بتاعنا ونقفل عليه بالاسمنت، بس بعد ما نعمل عملية تمديد التصريف. شوف نوريك كمان جهاز، هم 10 طبعا، بس احنا هنوريكم جهازين عشان تشوفوا الشغل. شايفين القوس ده كده فيه سوستة، الزاوية دي فيها سوستة، سايبينها تحت العزل ده. اوريها لكم في جهاز تاني. هنا هي باينة طبعا، لسه هنحط الحتة اللي باينة دي هنحط عليها عزل ان شاء الله. سوستة اهي باينة اهي، سايبينها في الجهاز لسه اهي، سايبينها في الجهاز اهي. بصوا السوستة موجودة اهي، السوستة موجودة اهي، عشان انا اتني براحتي وامن الماسوره واضمن انها ما تنكسرش، لا النهارده ولا يوم التركيب ولا اي يوم سواء فك وتركيب، لان ده حاجه اسمها تجهيز. تجهيز يعني انت بتعمل لعمر ما شاء الله، فما تصرفش فلوس على الفاضي وترجع تعالج بفلوس. حد فني مناسب يعمل لك الشغل. بص امبارح اتصل بيا زميل بيقول لي هندسه جيت اركب جهاز، عدد الاسلاك بين جوه وبره 5 اسلاك، ولكن لكن التجهيزه اللي لقاها زي كده موجوده في البيت 3 فقط، اعمل ايه؟ طبعا الحمد لله اتحلت، لكن اتحلت بعد معاناه، وطبعا الجهاز مش هيشتغل سخن وبارد. تمام؟ فانتوا نصيحه لوجه الله، نصيحه لوجه الله عز وجل، هات فني مناسب، هات فني مناسب، هات فني مناسب. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يبارك فيكم. هذا العمل في ميزان حسنات ابويا وامي، وان يغفر لهم ويرحمهم كما ربياني صغيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. المكان ده مدينه ضبا تبع منطقه تبوك المملكه العربيه السعوديه، والحمد لله رب العالمين.